مع مطلع عام 2021 شهدت منطقة الخليج تطورات هامة، فقد أعلنت الكويت أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر. وبناء على اقتراح صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر. جاءت الخطوة قبل أيام قليلة من عقد القمة الخليجية في مدينة العلا بالسعودية، والتي استضافت قادة دول مجلس التعاون، وجرى خلالها الإعلان عن طي صفحة الخلاف مع قطر وتوقيع بيان العلا الذي وصفه مراقبون بأنه أعاد صياغة السياسة الخليجية مع الدوحة، حيث نص صراحة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتأكيد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الخليجي الثابتة تجاه الإرهاب ونبذ كافة أشكاله وصوره وتجفيف منابعه. بالتوقيع على هذا البيان أعلن المجلس انتهاء الأزمة الخليجية وفتح صفحة جديدة مع الدوحة. آمرين أن يكون ما تحقق هذا اليوم بتوقيع بيان العلا صفحة جديدة في سبيل تحقيق أمن واستقرار في المنطقة. صار قطار المصالحة وتصفير المشكلات بين العواصم الخليجية وقطر، وكانت الزيارة الأبرز للشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات إلى الدوحة، حيث التقى بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وبحث الجانبين تعزيز التعاون بين البلدين خصوصا في المجالات الاقتصادية. وجاءت أيضا زيارة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى القاهرة لبحث العلاقات الثنائية بعد المصالحة الخليجية، ونقل دعوة أمير قطر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة الدوحة. وعقب تلك الزيارة توالت التصريحات الإيجابية، ما يعني أن العلاقات أصبحت تتحسن بمرور الوقت. جمهورية مصر دولة من الدول الكبرى في المنطقة العربية تلعب دور قيادي، ودولة قطر تدعم مثل هذا الدور. بعدها التقى الرئيس المصري بأمير قطر لأول مرة منذ سنوات على هامش قمة بغداد للتعاون والشراكة، وفي ذات المؤتمر التقى أمير قطر بالشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات. وقبل نهاية العام كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يزور قطر لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ضمن جولة شملت جميع العواصم الخليجية. وقبل أن ينتهي العام 2021 استضافت السعودية القمة الخليجية 42، والتي أكدت على أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على دولة عضو بالمجلس يعد اعتداء على جميع الأعضاء، ما عده مراقبون رسالة واضحة تؤكد وحدة دول المجلس في مواجهة التحديات. ونشيد بما لمسناه خلال زياراتنا لدول مجلس التعاون الخليجي من حرص بالغ على وحدة الصف. وبحسب مراقبين فإن العام 2021 وصف بعام تصفير المشكلات وخفض التوتر للحد الأدنى في المنطقة، تجلى ذلك في نشاط دبلوماسي مكثف قامت به الإمارات، فقد زار مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد تركيا، والتقى بالرئيس رجب طيب أردوغان في خطوة وصفت بأنها تفتح صفحة جديدة من العلاقات مع أنقرة. وتوجت تلك المساعي بزيارة تاريخية للشيخ محمد بن زايد إلى تركيا، وهي الزيارة التي حظيت باحتفاء كبير من الجانب التركي لثقل أبو ظبي سواء في المنطقة أو داخل مجلس التعاون الخليجي، حيث رأت فيها تركيا فرصة كبيرة لإعادة العلاقات المتوترة مع بقية العواصم العربية. كانت إيران أيضا حاضرة في أجندة الدبلوماسية الخليجية، فقد توجه مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد إلى طهران في زيارة جاءت استجابة لدعوة رسمية، حيث التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وهي الزيارة التي عكست رؤية الإمارات الساعية للتعاون والاستقرار في المنطقة. وقبل أن ينتهي العام شهدت العاصمة السعودية اجتماعا ضم وزير الخارجية المصري مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي، دشن لأول مرة آلية تشاور سياسي بشكل مؤسسي بين القاهرة وعواصم الخليج الستة، وهو ما وصفه مراقبون بأنه يعزز العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول الخليج بشكل غير مسبوق. أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ولدينا بالتأكيد هذه القدرات مجتمعة التي تحصل أمننا جميعا، أمن الخليج أمن مصر. انتهى عام 2021 وقد أصبح الصف الخليجي موحدا أكثر من أي وقت مضى، فيما تتواصل المساعي لحلحلة ملفات ظلت جامدة لسنوات لمواكبة التغيرات والتطورات المستمرة سواء في المنطقة أو العالم.